إنه يحاول خداعك. لا يهمني، علي أن أنقذهم. علي أن أذكر الأفاتار بالقدرة التي أمتلكها. أين بما والصغير؟ في السجن. وديفونغ؟ لا أعلم. اتبعوني يا أطفال. أخرجهم من هنا، سنحاول تشتيتهم. لنحضر والدتكم والصغير. ستكونين بخير، علينا الخروج. أنا منبهر، لم يباغتني أحد من قبل هكذا. من العار أن أخذ قدرات شخص موهوب مثلك هكذا، للأسف. أنا أتحكم بالهواء. أتحكم بالهواء. لقد جربت كل ما يمكنني فعله، لكن لا يمكنني إعادة قدرتها. لكنك أفضل معالجة، عليك أن تحاولي أكثر. للأسف الشديد لا شيء بيدي. سيمكنها التحكم بالهواء، لكن كل قدراتها الأخرى تم محوها. ليس الآن يا تنزن، أنا أريد أن أبقى وحدي. لكنك من استدعاني. أنج، لقد تواصلت أخيرا مع جانبك الروحاني. كيف؟ عند التعرض للضغط نستعد حينها للتغيير الجذري.